أعود إلى ضيفي الكاتب الاقتصادي طارق الماضي. طارق، كيف ترسم لنا أو تفسر لنا افتتاحية السوق؟ أي نعم سلبية ولكنها ضعيفة. مثل ما قلت لك، حالة من الترقب، ولكن واضح أنه حتى حالة الترقب هذه لم تمنع استمرار وتيرة التداولات وإن بشكل أقل قوة في قطاع التأمين. لو لاحظت قطاع التأمين الآن سوف تجدين أنه شركات تتناوب الآن. بروج الذي كانت تغلق على النسب العليا أصبحت تغلق على النسب الدنيا. أمانة استلمت الدور الإيجابي وهي تغلق خلال ال5 دقائق الأولى تقريبا 8%. إذا عمليات المضاربة لا زالت مستمرة، ولكن بشكل أقل تكثيفا، بمعنى أنها ليست في شركات كثيرة جدا، ربما تتوسع خلال الأيام هذه. ولكن باقي الشركات القيادية كما قلت لك، من الواضح أن الإقبال عليها ضعيفا حتى الآن. نعم. طب أعود إلى أيضا مجموعة من المباحث والتقارير وتعليقك عليها، وهذه المرة نتحدث عن تقرير خاص عن أداء القطاع البنكي في المنطقة الخليجية، وقيل بأن مؤسسة النقد السعودية استطاعت أن تقدم أو تفرض على البنوك السعودية معايير الملاءة أو كفاءة رأس المال، وأنه بازل 3 طبقت فعلا في السعودية، على الرغم أنه المهلة المحددة عالميا بين 2013 لغاية 2019. هذا يعني أنه البنوك السعودية ستكون أكثر تشددا في الإقراض، أكثر حرصا بالنسبة لموضوع أن تتلقى صدمات خارجية. هل هذا يعني أن البنوك السعودية فعلا حاليا هي بمنأى عن الانكشاف ربما على الديون اليونانية وكذلك الأوروبية؟ إلى حد ما نعم. الضوابط الموجودة لدى القطاع المالي السعودي هي قوية جدا مقارنة حتى بالدول الخليجية المحيطة بنا. حتى عمليات الاستثمار وضوابط عمليات الاستثمار بالنسبة للبنوك لدينا هي قوية. لذلك قد تشاهدين أن معظم الشركات التي تأثرت في القطاع المالي، سوف تجدين مثلا أن الكويت من أكثر الدول التي تأثرت فيها هذه الشركات، لأن الاستثمارات فيها في الغالب خارجية. هذا لم نعاني فيه بشكل قوي جدا، ولم نتأثر في من ناحية الاستثمارات الخارجية بشكل قوي، ولكن هذا لا يمنع أننا خاليين من السلبية. لو قارنا عملية مقارنة بسيطة ما بين معايير إعطاء القروض التي كانت سائدة في عام 2008 والمعايير المطبقة الآن، سوف نجد اختلاف كامل، بمعنى أن أكيد أن هناك خطأ في 2008 أو الآن. القضية أنه كانت عملية إعطاء القروض الداخلية كانت متساهلة جدا في تلك الفترة، وهي الآن متشددة جدا. سبب التساهل أن احنا خسرنا أكثر من 25 مليار كتجنيب مخصصات، أدت إلى أن القطاع المصرفي خلال السنتين الماضية كان أداؤه تقريبا شبه متوقف عن النمو. ولكن أعتقد أنه من الربع هذا كان واضح أن تجنيب المخصصات أصبحت أقل حدة. نعم. طب أعود إلى السوق السعودي هذه المرة، وإن كان يخلو من أخبار ممكن فعلا أنها تؤثر على تداولات السوق وغيرها، ما الذي ننتظره في الشهر والنصف الأخيرة من هذا العام سيد طارق؟ هناك سيناريوان. الأول أن تستمر عمليات المضاربة الموجودة في قطاع التأمين وبعض الشركات الصغيرة، وهو ما هو موجود حتى الآن. القضية أن البعض يتوقع أن يكون هناك تحول وانتقال إلى بعض الشركات القيادية، خاصة بعد وصول الشركات التي يتم فيها المضاربة إلى عملية تضخم قوية. ولكن ما يحصل الآن هو العكس، بمعنى أنك لا تشاهدين تضخم جماعي لقطاع التأمين، ولكن تشاهدين تبديل للمراكز. بروج تصل ل 154 ريال ثم تعود لتنخفض. أمانة أو الأهلي تكافل تستلم الدور وتعود للارتفاع وتعود للانخفاض، بمعنى أن عملية التضخم تتم بشكل تدريجي وتناوبي لتجنب عمليات تصحيح قوية. نعم. أنت برأيك ممكن تصف أسهم قطاع التأمين اللي يعني ربما دقنا درعا من وصفها بأنها مضاربية، ممكن أن تصفها أنها الأسهم اللي بتلاعب فيها السوق في حال خلو السوق من أخبار أو حتى من نتائج الشركات، يعني هي اللي دائما تظهر في الواجهة في هذه الأجواء؟ أنا لا أصفها، بل أؤكد وأجزم أن كثير من شركات التأمين هي البيئة المناسبة للتلاعب في أسهمها من خلال عمليات التداول، لسبب وحيد، أن المطروح منها للتداول لا يتجاوز في بعض الحالات 2 إلى 3 ملايين سهم. أي شخص يملك 50 مليون يستطيع أن يتلاعب بهذا السهم كما يريد.
طب يعني هذا عفوا في مقاييس ومعايير التداول في الأسواق، لا نقول العالمية، المجاورة، عندما تختفي التداولات هل يتم الإعلان أنه استفيقي أيتها السوق وقرري ما أن تريد أن تستكملي وجودك في السوق كسوق لتداول الأوراق المالية؟ يعني هي فقط مجرد أنه للأضواء في عنا تداولات وفي هاي ممارسات من هذا النشاط؟ دعيني أقول لك مجازياً، كل ما يعني كانت أي شركة قابلة للتحكم بها بمبلغ محدود وقصير من أفراد أو فرد معين، يكون هذه الشركة وجودها في السوق عامل سلبي على السوق وعامل سلبي على الشركة. لذلك كنت منذ الأول أنادي أنه لا يتم السماح بطرح أي أسهم في سوق الأسهم إلا عندما تكون كمية الطرح كبيرة تصعب عملية التحكم فيها. دعيني أقول لك شيء الآن، لو أخذت العامل الأساسي الذي يربط ما بين كل الشركات التي يتم التلاعب فيها ويتم رفع أسعارها ومضاعفة هذه الأسعار، سوف تجدين عامل واحد في كل هذه الشركات، أن الأسهم المتاحة للتداول هي الأقل. إذا يبدو أنه كلامك فعلا يقف يعني بشكل موضوعي على أداء السوق السعودي. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الاقتصادي السيد طارق الماضي على وجودك معنا.